يلا بينا. رحت بنك تاني خالص الناس عظيمه فيه، وقاعد مع موظف انا بتكلم معاه في موضوع عادي، ورقه وهنعمل وعايز التوقيع ده افتكره وبتاع. في شاب بعيد خالص، لان انا اكتشفت راح مصور لي معاه ونزلها وقال استر يا رب على الموظف. الدنيا اتقلبت، لقيت مدير بيكلمني: يا استاذ علاء انت كنت عندنا في بنك، حد زعلك؟ قلت له علاء؟ لا خالص. قال لي امال ايه اللي على السوشيال؟ قلت له على السوشيال ايه؟ قال لي ده مصيبتك وربنا يستر على الموظف. وحش البنوك. قلت له انا ما عملتش حاجه. قال لي ارجوك لان الموظف ده هيتاذي والمدير بتاعه عمل معاه مشكله، فانت اعمل لنا فيديو قول الحقيقه اللي حصل معاك. بدخل البنوك ساعات: ايوه يا استاذ. اقول صباح الخير، معلش الرقم وداني وش خشب، اخد الرقم وافضل قاعد. اقعد بقى اعمل ايه؟ اشرب سجاير. فيا استاذ ممنوع. اقول له انا تشوف لي حل. ما انا اشرب سجاير يا عم. الناس بتخاف منك بقى. ما هو مصر كلها سمعت. مش مصر. انا ماشي في الامارات. ناس كلمتني: يا بنك التوت. واروح المغرب: يا بنك ال. طب وخلاص. وناس كلموني قالوا لي مش عارفين نعمل مسلسل اسمه بنك ال. والمصحف شيء. بيقولوا انك عدو الموظفين اللي في خدمه العملاء. اه طبعا. كلهم بيتجنبوا ان هم يتعاملوا مع علاء مرسي. ردك ايه؟ لا صحيح. حقيقي. اه والله. يعني لما صريح قوي. اه لما بيعرفوا. مش هتتعبني معاك في الحلقه. بيعرفوا ان انا علاء اللي بتكلم. لا مثلا لو بتكلم مثلا شركات التليفون مثلا. وبيعرف ان انا علاء وهو مثلا عارف موضوع البنك. ممكن يدوني انا شهر عليا وشهر عليهم وكده. يدوني جايزه يعني عشان ما اشتكيش. عروض خاصه. ساعات يدوني تليفونات. لا هو انا بيني وبينهم مشكله خدمه العملاء. بس انت مش شايف انك يعني مزودها حبتين؟ انا اتنرفزت. تتجاوز. هقول لك انا 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 اتنرفزت في المكالمه الشهيره دي. لان انا قعدت 3 شهور مستني ورقه من موظف يدهاني مختومه عشان انا عملت تسويه قرض لعربيات. فدفعت الفلوس قبل الميعاد كلها. فمستني ورقه، الورقه دي اروح بيها انا بقى اخلص بيها اجراءات مرور ومش عارف ايه ورفع ملكيه وحفظ. 3 شهور انا بحكي كل يوم الصبح لموظف تاني وتالت الموضوع. عارف بيقولوا ايه على المكالمه دي؟ انا مش عارف ده اتعمل بيها. بيقولوا انها اشهر من كل ادوارك يا علاء. فعلا سمعت ده قبل كده. انا عارف لان هي انا بشوف رد فعلها. وبعدين في ناس قالوا بقى ما انت ممكن دي تسريب خدمه، تسريب اسرار عميل، فانت اعمل عليهم قضيه. فقلت مش سهله قضيه، انا ارفع قضيه على مين؟ سيبك بس من رد الفعل. خلينا في فعلك انت نفسك. الفعل انا انت كنت يعني متجاوز ولا لا؟ متجاوز طبعا.